فين في رمضان مزيان كيف الفطور يا غير حنا كنبقاو نلصقوا شي حوايج في رمضان لحق رمضان وداكشي هو رمضان كيف بحاله بحال الفطور الانسان اللي غادي يبدع راه يبدع لا في رمضان لا في الفطور وغير رمضان عنده واحد الطقوس دينيه وخاص الانسان يفوج على المواطن ويقدم ليه عمل في المستوى لا فكاهي ولا درامي خاصنا نحسوا بان حنا في المغرب نحسوا بان كنقدموا عمل لوالدينا لخوتنا لعائلاتنا نحافظوا على هذه المسائل راه مهم جدا سي حسن كتشوف البرامج التلفزيون ديال هذا رمضان وكل حاجه وهي ما يمكنش احنا نحكموا على البرامج ما يمكنش احنا فنانة احنا خدامين في العمل ما يمكنش نحكموا عليه فكل واحد حسب اجتهاده والدراري راه كيديروا محاولات وكيديروا اجتهادات ما يمكنش تعرف كل عمل كيفاش داز والظروف ديالو كيفاش انتجوا ما يمكنش واحد يضرب ولاده وبناته انا فنان وهذوك بناتي وولادي وما يمكنش نقدر نهضر عليهم اول ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس وتبارطاجيو مع صحابكم.